تحب تعال امسك له مصر لك في الايام اللي راحت بطل وجمهورك كبير معك بس تفاعلك يا عيال يا عيال اصبروا وطي الصوت هنا واحد اني حكي كان نقول محمد تفاعلك في الايام اللي راحت بطل وجمهورك كبير معك بس نبي منك تترك الجدار في حاله تجمع لك نقاط من جهه وتطيرها من جهه ثانيه ونرجوك يا محمد بن ناصر انك تحافظ على نقاطك وعلى الصلاه نتمنى تحافظ عليها ترى مو كل مره تسلم الجره وجمهورك من دوله قطر وفالك التوفيق والنهائي الله وش اسمها والله ما ادري حساب انجليزي الحساب ذا اللي من قطر اول شيء جعلني فداكم الجدار انا مستاذن من ابو سلطان وان شاء الله اني ما اطلع الا انا مستاذن منه باذن الله انا ابغى اشرف يا مسلمين والنقاط ابشروا والنقاط الوايده موجوده عندي في الكبت وفي كبت عامر داس لي شوي دازينا بالحفظ والصون عامر النقاط عندك مدسوسه واجد الخير واجد ان شاء الله وابشروا بالخير ان شاء الله مع الحم طلعي لكم مصروب الكرك بارد طيب كرك بارد يا اخي هذا وش يا اخي هدي ها هدي 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 بتبعونا شوف حاره وبنفوز يلا شيل يلا شيل الليله يلا 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 خلي بغرق من فوق خلي بغرق من فوق وش تخيل تبغى من فوق يلا مشكلتنا ننسى واجد طيب شباب شوف الكاميرا شو لا لا يبي يخسرنا لا ايه لو سمعت هذه على 100 درجه عم احاول اخبطكم عشان تضيعون المقادير محمد محمد ارجع ارجع لا تسقط عليهم طيب شباب لعبني غرقني شوف التحركات شوف التحركات تحركات شوف التحركات يا ابو علي شو حرب لا 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 شو التحركات والله اني قط عليك والله خالع تعال تعال محمد بما انك فاضي عند الشباب تعال بيك شوف حط 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 على ما سكر لا شوف تكفى لا توترني ابو منير والله انا اتوتر انا ابو منير لبيه ايش رايك في لبس العود والله انك خالع بارك الله لا اليوم مبدع طيب الله يطول عمرك الله يهديك طيب ابو ناصر يقول يلا شي شي هل تعتقد انك قد لا ما اعتقد انا هذا اللي عارف طيب هل تعتقد انك قدمت اللي عندك ولا باقي ناوي على شيء نهايه النسخه لا ما لا لا مو ما بعد قدمت اللي عندي باقي واجد واجد اي طيب هل تجربتك لا ما هل طيب الله يطول عمرك هل تجربتك كمتسابق في برنامج واقعي علمتك اشياء عن نفسك ما كنت مكتشفها لا ممكن انها سوت لي كنترول اي اما علمتني اشياء والله لو ان والله لو انك وش تشفوني انا بعد وش ذا بعد انا لاحظت فيكم شيء والله العظيم ناس يمجدون البرامج الواقعيه بشكل مبالغ فيه جدا لدرجه انك هل انت اكتشفت انت عضو جديد في جسمك من بعد البرامج الواقعيه؟ لا تشوف. انا اياه قسم بالله شكرا شكرا ترى الكلام اللي قاعد تقوله صح صح فعلا والله العظيم بس ممكن سويت البرامج الواقعيه او البرنامج الواقعي خلاني اسوي كنترول على بعض الاشياء. طيب البارح توقعت ان وليد البحيح انه بيطلع قبل يعلن سامي؟ هو سامي الله يعطيه الصحه والعافيه لعب في اعصابكم انا اشوف انه صدق يناسب ذا المكان لانه قاد الليله بشكل خرافي. من كلامه انا ما توقعت صراحه بس من كلامه وكذا حسيت انه يرمز لشيء او يمهد لشيء ولكن ابو ناصر ما ينخاف عليه ان شاء الله
وان شاء الله إيه. بس انت توقعت انه بيطلع ولا ما توقعت؟ لا بدايه والله ما كنت متوقع، بس عقب ما حكى يوم جاء هو احمد الشمري الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، جاء ربي يوفقه ابو محسن. في البدايه ما توقعت، بس في النهايه عقب ما مهد شكيت يعني كذا يمكن. اشوفك متوتر البارح. اشوف اصابعي. والله يا البارح توتر ابراهيم قوي للامانه، لكن عسى الله يوفقك ابو ناصر الحظ الطيب. طيب ابو ناصر انت